أكثر أكلة تحبوها بباطناية؟ أسألك أكلة كبة. الكبة. دولمة. دولمة. باتشا. باتشا. إيه. حلو. تسوين باتشا؟ إيه مرات. الكنائس والجوامع دائما تطلب الخير للجميع. أكيد. وهاي رسالتهم. اليوم احنا بقرية تابعة لناحية تلكيف. هذه القرية جميلة جدا وراح نشوفكم اجواءها الحلوة وروحانيتها اللي موجودة. اليوم احنا بقرية باطناية. خليكم تعالوا خلينا نشوفكم جمال القرية. واحنا بدنا نتمشى بالمنطقة وبالقرية شفنا اكو بيوت ما زالت انه نفس الديزاين القديم بعدها. هذا البيت طبعا دخلنا له من جوا هسه نشوفكم اياه، فتحلو بس مع الاسف انه ماكو اهتمام به. المهم اغلب البيوت هذا كان ديزاينها بالقريه بهذا الشكل، وعندهم عوجات، العوجات او الدرابين الصغيره كلش يعني اول ما دخلنا القريه هذا الشيء جذب انتباهنا، انه عندهم هاي الدرابين الصغيره وما شاء الله على نظافه المكان. قريه باطنايه يسكنها المسيحيين، واليوم وصلنا لاقدم كنيسه موجوده في قريه باطناية. راح نتعرف عنها أكثر مع أبونا فريد. أهلا وسهلا أبونا، شلونك؟ لك أكثر إن شاء الله تكون بخير. الحمد لله الله يخليك. يا ربي دائما بخير. أبونا هذه هي أقدم كنيسة؟ نعم. موجودة بالمكان؟ نعم. إيش قد عمرها؟ يعني إحنا من ما وعينا للدنيا كانت هاي الكنيسة، التجديد مالها صار ب 1945. بال45 تشيدت التجديد. نعم مثل ما تشوفوها هاي يعني رجعت مثل ما كانت. نعم نعم. كم مرة تعرضت إلى تدمير خلال هالفترة؟ أكيد بس هالمرة مع داعش. هذه هي المرة وستم إعادة تأهيلها. نعم. نعم. ورجعت من جديد. نعم. طيب أكو كنيسة ثانية هنا؟ الكنيسة الثانية هي هاي اللي داخل حوش الكنيسة، نقول بساحة الكنيسة، هي كنيسة مريم الخضراء اللي هسه ما مرمميها. هم أكيد يعني لأول مرة تعرضت لخراب ودمار. هي هذه الكنيسة اسمها مريم العذراء؟ هاي لا، هاي مع قريقوس. نعم. وأكو هاي قدامنا. أي نعم اللي هنا. إيه هي هاد شفتها. إيه مريم العذراء. إيه مريم العذراء. نعم. هم بها يعني كان بها هم تدمير، وبعد ما صار التحرير المناطق يعني المنظمات الإنسانية والمنظمات الكاثوليكية هي اللي قامت بترميم الشيء اللي تشوفه هسه. نعم. طيب خلينا نروح شوية لجانب العوائل. نعم. اليوم الناس بدأت ترجع. نعم نعم. يعني بداية كانوا متخوفين من بعض الآثار اللي موجودة داخل القرية وخارج القرية، لكن لما جت منظمات أن تشيل هالقنابل اللي كانت موجودة والأنفاق اللي كانت مفتوحة من الشمال إلى الجنوب بالقرية، داخل نعم. القرية كانت بدأوا رجعوا. نعم بداية كان فرد 70-100 عائلة، كان عندنا هنا قص يعني قبلي كان هنا، فشوية شوية يعني 100-120-150-170. أنا لما جيت كانوا فرد 170 عائلة، فصار لي سنة وشهر تقريبا هنا جايين تقريبا 50 عائلة. نعم. وأكو بعد أكو أمل يرجعون أكثر، بس تشوفين أنت تشوفين أنت الأحوال اللي بالعراق يعني. صحيح صحيح. هنا كل مسيحي لو أكو غير؟ لا لا كل مسيحي. كل مسيحي ساكن. نعم. طيب الدير. نعم. إحنا بدنا نروح للدير. نعم. وعلى اساس الروح وكذا، لكن نعم. الدير حاليا يعني ترميم، في تطور الترميم ومقفول. نعم. حاليا اكو جوا مسوين اكيد قاعات والاشياء، بس لانه مسدود ما نطيق نفوت جوا، ما نقدر نفوت. ممكن
يعني من برا تاخذ. طيب نريد اليوم تحكي لنا عن الدير، سبب تسميته بهذه التسميه. نعم. بالتفصيل الممل تحكي لنا. الدير هو باسم اوراها قديس من قديسين مع الكنيسه. نعم. فهو من الجيل السابع بعد المسيح، كان هو صديق ربان هرمز اللي بألقوش، كانوا اثنيناتهم بألقوش. هو بقى هناك هرمز، ربان هرمز، ومار وراها رجع للسهل، فشاف هالمنطقة قريبة من القرية فبقى هناك وبنى هذا الدير. نعم بنى هذا الدير، وكان أكو يعني كان عندنا رهبان هواية. بالعادة قبل كانت الناس بس فقط بالمناسبات لو دائما مفتوح للزيارة؟ لا لا، مفتوح كان، قعدنا حارج به، وكان يعني كان بصراحة يعمل الناس من كل المناطق، حتى من الجنوب كانوا يجون، يعني يجون يتونسون ويزورون. نعم. للزيارة، للبركة، لكل شيء بصراحة. وعندنا يعني مناسبة هي يكون أحد بعد القيامة، أحد الجديد نسميه، هو موسم مالح الأحد الجديد. لازم تروحون للدير. نعم. اللي هو بعد عيد القيامة، بعد عيد الفصح، عيد القيامة. نعم. نعم. بس هسه لأنه أكو جيش هناك، أكو جيش هناك، فأكيد يعني نحاول دائما أشياء نسويها مقتضبة. نروح مثلا يوم السبت العصر نصلي هناك صلاة الرمش، ونرجع هنا يوم الأحد. إحنا نسوي هنا داخل قرية جماعة كلنا، يعني عندنا في المكان نجتمع كل جماعتنا وطول النهار. ربي يديم هذه الأجواء عليكم إن شاء الله، وإن شاء الله كل اللي تاركين وعايفين المكان يرجعون للمكان، لأنه حقيقة استمتعنا اليوم ما شاء الله على القرية كلها بصورة عامة. يعني كثير أكو دي يرممون بيوتهم. نعم. شفنا دي يرجعون، يعني هذا الشيء جدا سعدنا صراحة. بعد اللي صار بعد يعني 2014 إلى 2017 هالثلاث سنوات، يعني أكثرية ساحقة من الناس طلعوا خارج العراق. نعم. وهذا خسارة للوطن. أكيد. بس مع الأسف، يعني مع الأسف. نقول إن شاء الله يرجعون ويرجعون لبيوتهم. ما يرجعون أقول لك إياها، يعني أنا مسؤول عن كلامي، صعبة جدا، لأنه الإنسان يريد يعيش بمنطقة متوفر إلى كل الحيثيات اللي ساعده أن يكمل حياته بديك المنطقة. بشكل ورا ما بنى، ورا ما تعبه، ورا كل شيء خلوا وراحوا. فمع الأسف دائما يعني الكنائس والجوامع دائما تطلب الخير للجميع. أكيد. وهاي رسالتهم. أكيد. اللي يسمع ويفكر يسوي بهذا الشيء، بس اللي يسمع ويطنش صعبة. هذا واقع، يعني ما نقدر ما نحكي، يعني هذا واقعنا إحنا. 1200 عائلة ما يكون بها هسه 220-230 عائلة، ولو ما كانت منظمات إنسانية شوية دعم حكومي، لا مو هواية، منظمات إنسانية كاثوليكية، كاثوليكية. نعم. تحكيها بالزود، تحكيها، وما زالت تشتغل، ما زالت تشتغل. بس احنا نريد، ما نريد عفو تكرم الحجر، نريد بشر احنا. هذا بناء اكيد، يعني العفو حتى لو كان مهدوم، بس لو بشر كله هنا، لو الناس هنا عادي. بس بالعكس صارت. نعم. يعني الحمد لله، نشكر ربنا بانه يعني ما هدموا الكنيسه. كانت هاي المنطقة كانت مكان الرمي منها، كان والمذبح المقدس اللي نقدس عليه هم كان كله مهدوم، هنا كان مهدوم. شوفين يعني هالقطعة بعد مخليها، يعني بالمستقبل شوف شو حنسوي بيها. نعم. فاحنا يا بس الحمد لله رجعت، ويا محلاها والروحانية اللي موجودة بيها جدا جميلة. شكرا جزيلا لك أبونا. حبايبنا خلينا نروح لمكان آخر بقرية باطنايا ونشوفكم أكثر. باطنايا هي من المناطق القديمة في محافظة نينوى، ومنطقة تاريخية، وتأسست في عهد الإمبراطور سلوقس الأول، تأسست هذه المنطقة. ومثل ما تشوفون منطقة حلوة، لكن للأسف ما راجعين الكل إلها، يعني ما بيها ناس هواية، لكن هي كمنطقة جدا جميلة، وكمكان
جدا جميل وهادئ، وهذه عوجاتها مرتبه بشكل جدا لطيف. مثل ما تشوفون احنا حاليا عند احد البنايات القديمه جدا في المنطقه، وهذه هي باطناية. تعالوا نروح لغير مكان. واكيد لازم نعرف عاداتهم وتقاليدهم بالقريه، وشوي نروح على ذكرياتهم. جينا عند خاله ام. شلونك خاله؟ الحمد لله. انت شلونك؟ اخبارك؟ الحمد لله. بركم عمرتي. عمري. طلعت من الطيبه حبيبي. يا قلبي انت شلونك؟ الحمد لله. انت شلونك؟ اخبارك؟ والله ان شاء الله تكونين بخير. بركة بعمرك. يا عمري انت. هلا بك. زين خلينا نسولف على باطناية. نعم. خوش؟ قبل سولفي لي انت ايش قد صار لك هنا؟ هي يعني من كان صغيره ها هوني. ايه بالباطناية، بس ما بيتني هوني، بيتني يم قبور. بيت اهلي. بيت اهلك. نسوي حسران. يعني حسران؟ حسران حصيرة. يعني نقضي الحسران، انتم تعرفون عربي؟ يعني نسوي حسران. نبيعهم زبالات، حسران، ايشي نعمل. بعدين عندنا غنم. غنم ومعز. ونخطيهم يم العرب. يعني نوديهم يم العرب يسرع بهم. بعدين عندنا دجاج بالبيت. دجاج. حلو. ايه دجاج هذا قاز. قاز شو يسمونه؟ البط. البط. البط وقاز. قاز يسمونه قاز. ايه وعندنا كم في الدهن نزرعهم، ويجون نزرع مرات يعني حمص، عدس، يعني حنطه، شعير. هاي الامور تزرعوها؟ ايه يعني اراضي مالنا ونزرعهم ونعيش بهم. يا عيني. ايه وهسه شلون؟ هسه ماكو شغل، اللي عنده راتب شويه مليح علينا، اللي ما عنده راتب صعبه. صعبه. عنده رعايه يعني قوي شوية. يمشي نفسه. شويه شويه يمشي. زين. ما مثل راتب كثير. ايوه نعم. عاداتكم تقاليدكم بال ما عندنا كل شيء هسه. شلون ما عندكم كل شيء؟ قاعدين. اي اعرف، انا قصدي قبل، يعني مثلا حفلاتكم، الخطوبه، المهار، النيشان، الزواج. لا دا ينطون قليل، قبل ينطون كثير. يعني كل واحد بكيفه. واحد يعني يقول اريد سياق. ايه واحد يقول ننطي بلا سياق. زين يعني هم اكو نيشان وحنه وخطوبه وهاي الامور كلها؟ ايه يعني صار بس خطوبه. خطوبة وهاي حفلة وبس. بس خطوبة وعرس؟ بالاول اكو حنة، يعني يصبخون بيوت بحنة. بيوت يسوون بيوت؟ نقاشة، يسوون نقاشة، تروحون كل الجرية سووها هيجي. قبل ها؟ قبل هاي ليش هيجي يسوون؟ يعني من فرح. يعني هذا البيت بيع الريس او عروسه. ايه يروحون القرية كلها تجي وتحني البيوت. ايه تحني بيوتهم. حلو. يعني يقولون يعني فرحة. فرحة. ايه يفرحون. من الفرح. ايه يسوون نقش ببيوتهم. يسوون نقش بالبيوت بالحنة. بالحنة قبل. ها قبل وسع. حلو. ما صار. يعني ماكو وسع. قبل يسوون هيجي. زين. ونفرح هيجي. بش فرحانين نمسح. صادقين علي؟ يعني نشتغل نسوي بش فرحانين. ما فرحانين. لا قبل فرحانين. قبل فرحانين. أسعى لا أسعى لا ما لقت. أسعى ما لقت. ما هججنا ويعني ايه؟ صعبة صارت علينا. صعبة صارت. سيارتنا راحة وبيوتنا كلها، منهم خربوا ومنهم أي كلهم شعلوهم. يعني ما خربوا مشعلوهم شعل. حجي أنت ايه؟ وأولادك هنا؟ أنا حبيبي ما عندي أولاد. أها. الحمد لله. أي قسمة. بهذا الوقت صاروا يقولون الحمد لله. أي الحمد بسبب لله. الظروف الصعبة أو الحمد الحياة لله. صعوبة الحياة الحمد مو مثل قبل أسهل. أريد رب العالمين. أكيد وزوجت كبيرة مو صغيرة. أها أخذت اثنين، واحد الله يرحمه مات. الله يرحمه. وبعدين أخذت هاي ابن عمتي السيف. يا ابن عمتي أبوي ما عمتي ابن عمتي. ابن عمتي أوكي. أبوي. تمام زين. سولفينا مناسباتكم الدينية، شلون تروحون؟ شنو الجمعات اللي تصير دائما؟ حبيبي اكو يجون على الدين على الكنيسة، اكو ما يجون، يعني قليل يجون. وين تجتمعون دائما؟
هم بقت هذه الجمعات الحلوه والقعدات تلتموا نروح يم هاي هناك اكو يم الدير؟ لا اكو بيوت هيجي يروحون يجمعون ويسوون يعني قعدات ونسوي هيجي. بعدين اكو مريم عبرا واي الصليب قلنا هناك سووها نروح هناك سفرات مرات يعني نصلي نسوي ونجي يعني نسوي كلهم جمع تنجمعون كلكم اللي موجودين بالقريه. وبعدين هوني الواحد يجي بالعصر اكو ما يجون اكو يعني قليله يجون اكو دوم يجون يعني عالم اشكال اكيد طبعا حاسب ضميره كل بشر فما يعني مني وزال انتم بتعرفون يعني من بعدي وزال يعني حاسب ضمير تروح على الكنيسه نصلي نطلب من ربنا من مريم عذراء من يسوع من ايشع يعني هيجي نطلب من تطلبون تدعون عافية عليكي تدعون على نفسنا نقول يعني لا تأذينا يا ربي لا توقعينا بوقعة يعني ان شاء الله معكم يا ربي كل الخير اكو زين خلينا نسولف عن الاكل اكثر اكلة تحبوها بباطناية اسألك اخلا كبة الكبة ظلمة باكي حلو تسوين باكي؟ ايه مرات هاي الاكل اكل نقلي انه بيوض بالدهن بيوض بالدهن وطماطم هاي بالاكل بالصبح وجبن مال الغنم جبن مال يعني قواطي مال الغنم قصدي الاكلات اللي الثقيله اللي معروفه عندكم او اللي لازم تسووها دائما ايه نسوي مراقه يعني مراقه شو يسموها؟ مراقه مع البصل واي حمص ها حمص وبصل وخليني بصل بها ونخلي بصل ونسوي هاي يعني مراقه هذه الاكله انا سمعتها بغير منطقه بس ما اعرف شو يسموها ونسوي هاي بصل ومعجون طماطه وحمص لا هاي يعني مثل التقليد هيجي بس هاي الحمص واي بصل ويا نحط بني مبصره واحد بها وبس ايه واحد اثنين يعني لو كثيره اثنين بني مبصره لو يعني قليله نخلي واحد وهاي دنيا هيك وخلي عظم مال توره مال يعني مال اي الغنم ايه الغنم مال غنم يعني صغير غنم صغير ايه صغير اوكي شو يسموه؟ هاي كان عندنا قبل عندنا غنم ونسوي كل شيء اما الساعه نسوي يعني نشتري بفلوس ونسوي اي حجيه مرات دولمه مرات كبه مرات هاي الاكليات الف عافيه مرات نسوي شوربه شوربه مال معكرون شوربه مال سباكيتي شوربه مال شعريه شوربه مال قرصه ايه شلون هاي؟ يعني نسوي معكرون خلي لحم يعني قطعون خلي لحم بعدين خلي اي معكرونة بعدين نخلي ماي وخلي دهن علينا وبصل نقلي بصل وخليها الف عافيه يا عمري والله يبارك طبعا بيكي. انا اليوم كلش استمتعت وياك عافيه عليكي وان شاء الله يا ربي دائما عامره بيوتكم بيكم الحمد لله ان شاء الله بيكم. يا ربي الله يسلمك كلهم راحوا للخارج ما ظل هون قليل كلهم بظل شياب بنات يعني بنات كبار شياب يظلون الأغلبية راحت بعد الأحداث الأخيرة عافية عليكي ما صار هيجي قبل أهلي كلهم راحوا أخواني اللي كلهم راحوا يلا إن شاء الله نقول إن شاء الله الجاي أحسن وإن شاء الله يرجعون لبيوتهم نعم وينورون منطقتهم ومكانهم بيت وأراضي والحمد لله الحمد لله يا رب الرجال عنده أراضي وبيت مال أبوني يا عيني بس عنده سيارة وعنده راتب الحمد لله الحمد لله والشكر إن شاء الله دائما يا ربي حالكم من أحسن إلى أحسن الله يبارك في عمرك حبيبي الله يسلمك ويحفظك ربي حبايبنا وغوالينا استمتعنا اليوم جدا في باطناية أجواء حلوة ناسها أهلها الطيبين استمتعنا كل شيء مكان بهدوء جمال أكيد ننتهي مشوارنا نروح لمكان آخر خليكم معنا
جينا الباطناية لازم نجي لهذا المكان اللي تأسس سنة 640 ميلادية. اليوم احنا يمدير مار اوراها. هذا الدير هو تاريخه جدا 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 قديم، مثل ما قلت لكم 640 ميلادية، يعود أو تابع للكنيسة الكاثوليكية. أيضا هو حاليا مثل ما تشوفون هو مكان هيجي لا، لكن بعد الأحداث الأخيرة تعرض إلى دمار، وهسه مثل ما نشوف حاليا قيد الإنشاء وتتم إعادة إعماره من جديد. نتمنى أنه نجي في يوم ما ونشوف هنا مليان ناس، والسفرات والزيارات كلها موجودة بهذا الدير. نتمنى هذا الشيء حقيقة، ونتمنى أيضا في باطناية أنه نشوف هذا الموضوع. استمتعنا اليوم جدا، ولهنا شنو أقولكم؟ أقولكم باي باي.